تعود بدايات هذه العائلة إلى انطلاق حركة الكفاح ضد المستعمر البريطاني التي انخرط فيها رجل دولة قومي هو المحامي موتيلال نهرو الذي عاش بين 1861 و1931. كان ينتمي لعائلة ثرية من طبقة البراهما وهي العليا في التنظيم الطبقي الهندوسي، وقد انضم إلى حزب المؤتمر الوطني وناضل في الحركة من أجل الاستقلال. نجله جواهر لال نهرو سينخرط بدوره في العمل السياسي إلى أن يصبح زعيما لحزب المؤتمر ومرافقا للمهاتما غاندي حتى نيل الهند استقلالها عام 1947. وفي غشت سنة الاستقلال صار نهرو أول رئيس وزراء للهند المستقلة، وبقي في المنصب حتى وفاته عام 64. خلف نهرو ابنة وحيدة هي أنديرا التي تزوجت من فيروز غاندي وحملت اسمه ولا علاقة له بالمهاتما غاندي. كانت أنديرا غاندي مهيئة منذ الصغر لخلافة والدها، تولت قيادة حزب المؤتمر وفازت برئاسة الحكومة عام 66 لتصبح أول امرأة تتولى المنصب في الهند. اختارتها مجلة تايم الأمريكية شخصية العام وعنونت الهند المضطربة بيد امرأة، امرأة ذات شخصية استثنائية وقيل قاسية ستستمر في الحكم حتى العام 77 ثم ستعود للفوز بولاية جديدة بين العامين 80 و84. في عهدها بنت الهند جيشا قويا وتمكنت من صنع القنبلة النووية وحققت تطورا كبيرا في مجالات مختلفة. كانت أنديرا تحضر ابنها سانجاي ليكون وريثها، لكنه قتل في حادث تحطم طائرته، ضربة قاسية لم تتخلى معها أنديرا عن حلم استمرار أسرتها في الحكم. دفعت بابنها الثاني راجيف ليفوز بمقعد في البرلمان ويحل محل أخيه في اللجنة التنفيذية لحزب المؤتمر. في أكتوبر 84 خرجت أنديرا غاندي كعادتها من منزلها متجهة إلى مقر عملها القريب سيرا على الأقدام. باغتها اثنان من حراسها، سيتبين أنهم من السيخ، بعشرات الطلقات النارية من مسدس وبندقية أوتوماتيكية. اغتيلت أنديرا غاندي وجه الهند لسنوات طويلة، والتي كان يقال الهند هي أنديرا وأنديرا هي الهند، لكن حكم أسرتها سيستمر. نجلها راجيف حظي بترشيح قادة حزب المؤتمر ليكون رئيس الوزراء، وقاد راجيف الحزب إلى الفوز في انتخابات 84 ووقع مبادرات كبرى للإصلاح والتحديث، غير أنه سيرتكب خطأ بإرسال قوات لدعم الحكومة السريلانكية في مواجهة التاميل. انتحارية من التاميل ستستهدف راجيف خلال تجمع انتخابي عام 91. بعد اغتيال راجيف تولت أرملته سونيا الإيطالية الأصل رئاسة الحزب، إلا أنها رفضت ترأس الحكومة، وحقق الحزب بقيادتها انتصارين متتاليين في انتخابات 2004 و2009. وفي 2014 قدمت العائلة نجل راجيف راهول ليقود حملة الحزب في الانتخابات، إلا أن المد القومي الهندوسي هزم الحزب التاريخي. عائلة غاندي تخلت عن زعامتها للحزب، لكن اسمها سيظل مرتبطا ارتباطا وثيقا بتاريخ هذا الحزب وبتاريخ الهند.